عين القمر تقدم. هنا كانت للذاكرة حكاية، وهناك حكايات صاغتها من الذاكرة كان لابد من توثيقها. عين القمر توثق الحكاية.
مشكورين ومباركين للرجال يستاهلون. بارك الله لهم وعليهم وجمع بينهم بخير. الله يبارك لك يا ابو سالم. قال ابي تسير المسير ان شاء الله. الله يرحم الشيخ سالم بن حمد. باس الله يبيك من رجل وكرم وطيب وشجاع وتعرف على الناس. والله يبارك فيك. تستاهل لانك غاني بيننا يا اللصلص وبين ربك هالشقيح وبين وادع. يا مرحبا ومسهلا بضيوفنا اللي جونا من منطقة نجران وخارج منطقة نجران. عندنا يا الشقيح وادع ورجال يام كافة في حفل ابننا فارس العزيز اللي يجملنا يا اخوانا ويجمل القبيلة كاملة. واقول الله يبارك لك ويرزقك بالذرية الصالحة وبالرضا والبنين. وانت مجملنا يا ولد سالم. عين القمر توثق الحكاية.